الست الناصحة ما بتسيبش جوزها لوحده ثانية، بس لما بتيجي الطوبة في المعطوبة ما بتفكرش، بتشوط على طول. ما تيجي نشوف الحلقة دي حصل فيها ايه. انا عليكم السلام، عايزين معانا؟ تفضل تفضل. يا دموزيل، ما شفتي انتزع دفري؟ جيبيها بسرعة شوي. نعم؟ بطيئة، انتزع دفري بظبطه بسرعة شوي. حاضر حاضر حاضر. ثانية 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 يا نا شوي. نعم. ديتول ديتول. ما في قعدة عليها هيدي هيك على وسخ، بقرف. حاضر اسرع. حاضر يلا بليز. معقول بدي اقعد على فوتي هيك وسخ؟ لا انت سوري، انت عن جد مرتو؟ انت لبنانية؟ وي جو سوي لبنانية. صح؟ وي. تعرف ممكن نسكت بقى شوية؟ طب انا ما بحكي معك. انت عايز تيجي تقعدي هنا؟ تعالي اقعدي. اكوت انه انت بتحكي معي بس انا ما بحكي معك. لا تعالي اقعدي تفضل. صح؟ عايز تقعدي تعالي تفضل. اوكي بس زيحك انت شو؟ لا مش زيح، لا هو هو بيتزنق. لا عادي شو بكي؟ انه خليكي خليكي كول يعني اذا حد حد كول. شو كذا؟ اه تعمليش بعد بعد شوي هيك انت تعال تعالي هون. لا مش عاجبني. ليش؟ انا بقى حد عودي. ما الفوتوي وسخة عليهم. طيب لو اخر هي اسمها ايه؟ وين رأى؟ طب يلا روحي نحكي شوي مثلا لو حد طالع. لو سمعت؟ ايه. بقى انت بدك تروحي. ليش ممكن بس لحد شو ممكن فيه عشان يبين؟ بعد ورقة مقوزة. مش عارفه المدام لما مزيته الختيم متوسخ وعايزه اصور. طيب معلش قطعت فيسبوك اصلا. طيب اقعدي واحنا عم عماله تقولي قومي اقعدي هنا وراجعي. مشغوله ما مفتح فيسبوك. هو الدكتور قدامه ايه؟ خلص انت تبعتي بس كل اللي انت عايزاه. لا انا هي تيبه مش حلوه ما بتقعدوا. قلت لها الا ما قبلت وهي ما قبلت. يا ستي انت مالك بتيبي؟ مالك بتيبي؟ ما يعني هم مثلا على ايدين اللي انت لابسه ده. سندي بعد بعت لك مهضومه طلعت كيوت. طب شو بعت لي انت مسج على الفيس؟ هلا برجع بشوفك. ما بفتح مسنجر لي فتره. تفضل يلا برجع بشوفك. اوكي احنا لسه على البر، لسه بدايه الخطوبه. لا احنا خلاص عدينا. لا عيني خلاص. احنا قضينا الويك اند اه زمان يومين نظبط التظبيط ونرجع تاني بس كده في بيروت. في بيروت صح؟ ده حر هناك برضو؟ لا الجو لذيذ اكيد. لا احنا معاكوا برضو. لا انا ليه؟ طيب بدالكم بدالكم عشان بيروت بناتها رجالين قوي. يا فندم اتفضل عشان انا الاستمارة بعد اذنك. هو بس سوري ثانية انا اللي جايه. هاي ازيك؟ كويس اتفضل. انا ريم. هاي ادهم ازيك الاخبار؟ انا اصلا مش دكتوره واحنا هنا هنعمل المفروض مقلب في مراتك. عايزين بقى نبقى مقلب سخن. فادهم اول حاجه اسمك ادهم؟ ادهم مجدي. انت بتحب المقلب ولا ايه اصلا؟ اه هسمي نفسي مثلا اي اسم تاني بتحبه، اي حد انت حكيت لها عن ياسمين. خلاص ماشي. يبقى انت دودو وانا ياسمين. جاسمين بقى جيسي. يا جيسي. وهقول لك بقى اسنانك محتاجه شويه حاجات عشان هلما يا نهار ابيض انت كده بس بقى. ها لا ما تقلقش ما تقلقش. انا بكلمك كده. ايه يا حبيبتي؟ انت بتضحك؟
ليه ما مستحون؟ يا الله ما مستحون. رجينا انا بسمليل معاك مليل قلتلك خلي بالك قبل ما تنزل. انا ما بهزرش. ده ايه ده؟ الروش تبع الظابط؟ فيش تكييف بعد اسمك؟ اتفضلي نحل المشكله. مش هينفع قدام الزباين. انا عايز اعرف ايه المنظر ده. ماشي جوه جوه. طيب جوه جوه بس بعد اذنك جوه. مش هينفع نتكلم هنا. جوه جوه جوه. نتكلم جوه. نتكلم جوه. نتكلم جوه بعد اذنك. ولاش ولاش. في الحاله دي يعني ايه ده؟ معقوله كده؟ ايه اللي بيحصل بقى؟ اتفضلي. طب تعالي عشان لونج. ريحي كده. ريحي ريلاكس. اتفضل اقعد. اتفضل اقعد. اقعدي اقعدي اقعدي. خير؟ في ايه بس؟ ايه اللي حصل؟ ايه يا دودو ده؟ انا ما اعرفش انك متجوز. لا منال مراتي الدكتوره جاسمين. ايوه انا عرفته قبل كده. احنا عرفنا بعض على الفيسبوك. طبعا قلت لك شفتك وعملت لك اد وعلى الفيرو على الانستغرام. طب وايه اللي حصل؟ هي عملت ايه؟ هو ايه اللي حصل بس؟ بني ادم اللي بره دي بني ادم اصلا شكلها جاي من ما اعرفش منين. ايه اللي حصل بس احكي لي ايه اللي حصل؟ اصلا عايز اعرف انت كنت معايا. لا على فكره كل ده غلط على البشره. ده انا انت جاي لدكتور التجميل لازم تريحي كده وتبقي ريلاكس. ايه اللي حصل بس احكي لي. اتفضلي ارتحيني. طب ارتحيني. لا مش اسم الدكتور التجميل. ايوه انا عارفه. مش صغيره. طب انت مالك بس؟ انت مالك مخدوده كده ليه؟ ارتاحي. طب ارتاحي ارتاحي. ريحي جسمك. ريحي طيب. هعملك دلوقتي شويه حاجات في وشك. هعملك مساج لوشك. طب اقعدي واعملك بخار. هريحك تريلاكسي بعدين تحكي لي. انا مش عارفه انت. هو انت انا اصلا ما اعرفش انك متجوز. انت انت بقالك كتير اصلا ما فتحتيش الفيس. اوكي. طب ريحي. طيب ريحي. مش عايزه اريح. انا مش رايحه. طب بصي. طب انت مش جايه عشان تعملي حاجات في وشك وشفتك الحاجات اللي في وشك دي كده؟ لا تاني خالص. طب بصي بصي انا عندي هنا بخار. بصي هي اقعدي ارتاحي. انا هعمل لك ريلاكس. لا ما ينفعش. اتفضلي لو سمحت. انت اصلا انا مش فاهماك. اتفضلي ريحي. ريحي. انا مش هريح. ما اعرف البني ادم دي ايه يعني. ده روش ده ولا هو بيعرف دايما الناس من على الفيسبوك. فممكن اه بيعرف الناس من على الفيسبوك. هو انت تعرفه؟ انت تعرف البنت اللي بره؟ برضو ده على اساس ان انت معروفه من الفيسبوك ودي من الفيسبوك ودي ايه بقى؟ عارفه اه من على الفيسبوك. كانت الدكتور وكتبتها على الدكتور اللي بره دي تعرفها منين؟ لا دي كانت حفلة في الزمالك تبع الشغل عام. طب ليه ريلاكس. طب انا عايزه اشوف شغل. يا ماما تبين تحل مشاكل. انا مش عايزه اشوف شغلها. لا مش معقوله يعني. طب خليك حتى اشوف وشك. محتاج شويه حاجه. انا مش عايزه. على فكره العصبيه دي هي اللي مبوظه لك وشك. لا انا عايزه امشي بجد والله. يعني بيلبق لك كده لو انت روقتي على هنا وعملتي كلر وظبطتي مساج وبخار يعني. طب انا عايزه اشوف شغلي معاكي حتى. خلينا نتعرف على بعض. طب قولي بس الاول ايه المنظر. طب ريحي وانت بتستهويني يا شغاله. هتشوف شغلك. انا مش عايزه اعمل حاجه. يلا بس ارتاحي. يلا يلا. اتفضلي اتفضلي. ايوه بس رنا. رنا. نعم يا فندم. استني بس. استني بالله. كل حاجه بتتحل بس انت شكلك يعني. نعم يا دكتور. مش عارفه. شغلي لي حاجات جاهزه. صباح الخير.
ريحي ريحي، عايزه جوانتي. لا شغلي لي بخرص، عايزه جوانتي بس. اجيب لك جهاز تنظيف. جوانتي اه، جوانتي وجهاز التنظيف. لا انا مش هحط حاجه على وشي. بصي هو طالما اتجوزك مش عايزه حتى انا حاجه على وشي. لا اسمعي لا انا بس انا عايزه اروح. لا انت مرتاحه؟ هو طالما بصي على حاجه هقول لك ايه. بيبي هي وحياه ربنا. لا كمان ايه في بيبي هي بقى؟ طب طب ثقه. طب خلاص. طب انا خلاص دي تاني. طب عشان خاطري. طب بصي جربيني. طب هتلاقي وشك اختلف واعصابك هترتاح. البخار هيغير بجد صدقيني. بس انت ترتاحوا بس دلوقتي في البيت كده تقعدوا تتكلموا مع بعض. محتاجين تصفوا حسابات كتير واضح يعني. يعني الموضوع صعب. خلي البخار بس حبيبتي لو سمحتي يا رنا. هعمل لك سكراب. سكراب والبخار. ركزي بس معايا. انا عايزه عشان خاطري اخليكي. بصي انا هخليه ما يعرفش يبص عليكي بره. زي اللبنانيين بالظبط. بصي مش عارفه ايه عشان ما يبصش عليا بره. يا انا ما اعرفش انت زي القمر بس هو اللي عنده اه مشكله. لا قولي لي ما تبصلناش كده الله يخليك. ثانيه واحده يلا ثانيه واحده ثانيه واحده. تعالي تعالي. اي بني ادم ما تبرعش ده. يا مدام يا مدام يا مدام. خش اطلعي بره بقول لك. انت ايه؟ 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 ويعرف الاسم اللي انت بتتكلمي معاها. يلا اه يلا
ايه ده ايه ده تعالى انت رايح فين وانت ايه مش شايف وشك يا دودو يا ادهم يا دودو شو بيك يا دودو استنى هشوف يا ماما انا جاي عشان انا سكتت لك انا قلت عيب بس انه ضمانه ما دام انا كنت عشان بتاع حاجه بس يا ادهم يلا يا ادهم يلا طب انا هشوف انا هعمل وشي بدل ما انت مش عايزه اي حاجه خلاص ماشي دي هتعمل اي حاجه دي مش عايزه طب خلاص 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 هو خايف طب اقعدي بقى اديني 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 انا مش عايزه اقعد انا عايزه امشي ايه ان شاء الله طب تعالي اقعدي انت هنا وانت سبع البرومبا هنا يعني ولا ايه مش فاهمه صراحه ده موديه ده موديه هجد يا موديل بس اللبنانية تكسب المصرية فانا والله صراحة انا اللي يلا انا هقعد هنا اهو حاجه مش هعمل حاجه لا 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 واستني معلش يا دكتور بس استني بس انت اقعد انت هنا اقعد انت هنا اتفضلي يا دكتور تعمل لك شيء هون انت حاجه بقى هعمل لك مصاريف لا يا ادم بقى ما فيش ولاد اصبري لا لا في ولاد طبعا ما فيش ولاد يلا دقيقه واحده دقيقه واحده ثلاثه ليه بدها تفل خليتني قاعده بدي تفل وتشغلي لي حاجه تواصلي بس خلاص عارفه ايوه اللي انت بتعمليه ده انت بجد مش طبيعيه انت فاضيه كده عشان رهيبه يا حبيبتي استني يا ماما مش كده اهدي يا ماما هو ده اللي عليكي في ايدك كتير سنين بابا مش جاي زي ايه ما تبسطيش على وشك خليكي حتى لا ما غلطيش والله العظيم عشان كده يا رجاله بسيش شوني برتيش شوني برتيش انت هلا ريلاكسيشن ليكي انت ما بس افتح رجلك بقى ريلاكس بقى ليش هيك حتموتي لا ما بتعمل لي مساج عشان شو تفضلي يا دكتور ليش هلا تغني مامي برا يا ماما يا ماما بتعرفي انت كده جسمك لا لا انا مش انا مش برا انا شو خصي اه قول خروبي انت طيب طلق اكبر انا اصعب ده ده ايه ده في ايه ده انت مراد الجوز الدكر يا عم مش كده مش معقول دكر يا ناقصه طلقه الحقيقي لا 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 جسمي لا طلقه اسمع يا ماما يا بنتي مش طبيعي والله يا ماما انت ايه ده عم تجي على فينا يا ظريفه ما هو ليه هو تفكر في ايش لو انت هو ايه انت رجال نو انا رجال ايوه والله ده انت بنت هي يا ست المواد كيف متجوزة حبيبي ولا هيدا مجنونة؟ ايش الدراسة؟ ايش فوق ال 10 سنين؟ انا سريك خلص انا عشان تتعلم تروح البيت تروح على باباك عشان تطلق على فكرة قالت حدا؟ ينفع كده؟ طب هي دي حاجات دي رخيصة يعني؟ ليش انا ماليش دعوه ماليش حاجه خالص موافقه ليزيا انا موافقه زي